لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الا الله. ثم اما بعد الصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. نبدا حلقتنا على بركه الله تعالى. اسرار النجاح السبعه. الصياح الثاني اضاف ليهم اثنين وبقوا اسرار النجاح او قواعد النجاح التسعه. كل الكلام ده جميل وبيوصف كويس، ولكن نسيوا اهم نقطه وما ضافوهاش. النقطه العاشره في النجاح هو تعريف النجاح نفسه. في واحد وجهه نظره مثلا ان النجاح ان انا اعمل اقامه وابقى مستقر في البلد ومكفي نفسي وخلاص، ده نجاح. يقول لك نجاح غيري رجع، غيري فشل، غيري فلس، غيري دخل السجن، غيري اترحل، لكن انا الحمد لله. غيري مديون لكن انا مش مديون. فده مقياس نجاح لحد حدود كتير يعني. طيب، فانا من وجهه نظري ان النقطه العاشره او النقطه يمكن الاولى اللي لازم تتحط في قواعد النجاح هو تعريف النجاح بالنسبه ليك لنفسك. قواعد النجاح ايه وقواعد الفشل ايه؟ لان ممكن انت تبقى ناجح، فتاجر المخدرات ناجح وجهه نظره، والعياذ بالله المومس ما هي ناجحه، مثلا الممثله او الرقاصه ما هي برضو ناجحه، الواد الديلر اللي بيتاجر في المخدرات من ساعه ما جه مثلا روسيا عشان الدراسه وبعد كده اشتغل في الحوار ده وعجبه وكيف، عنده عربيه وناجح عنده فلوس وبتاع. ايه مقياس النجاح وايه مقياس الفشل بالنسبه لك؟ النقطتين دول تحددهم، اي حاجه بقى تيجي بعدين. محدش بقى ايه يغني عليك ويركبك فوق السما السبعه ويقول لك لو عملت كذا لازم تنجح. في ناس اصحاب العادات السبعه اللي هو بيصحى بدري وبياخد دش ساقع وبيروح الجيم مره الصبح اول ما بيصحى، وبيعمل مش عارف رياضه خفيفه بعد العشاء، لا قبل العشاء عشان وبعد كده يعمل جلسات مديتيشن مرتين في الاسبوع، وكل يوجرت، اليوجرت مفيد جدا، والشوفان، كل شوفان كتير، اقعد اكبس شوفان. في بقى بار البروتين، بار البروتين ده بقى خده ايه اهرس بيه في قفاك كده الاول، بعد كده ايه كل نصه، وسيب النص الثاني ايه بعد الطبق السلطه، طبق السلطه مفيد، تحط فيه بقى ايه حتتين خس كبار كده، والخس مضر بلاش حتى السلطه. وعارف بقى ايه اللي هو نبات الروند مارون، تحط بقى شويه وعليه زيت كافور، اقعد مصمص بقى. فكل الوصفات دي كلها استهلاك فلوس تجاره عشان تشتري منهم وبتاع وتعمل عادات الناس الناجحه والنظام الغذائي الناجح. كل واحد بيوصف لك حاجات، فتقول له انت بتعمل الحاجات دي ونجحت يعني؟ يقول لك اه نافعه معايا. يقول له طب ما مش نافعه معايا. يقول له يضحك عليه ويتمسخر عليه. يقول له عارف في مره واحد سال الشيخ قال له هو ينفع اصلي من غير وضوء يا مولانا؟ قال له لا طبعا ما ينفعش يا ابني. قال له ازاي يا مولانا انا جربتها ونفعت معايا؟ يا عم انت بتعمل هرس وانت ناجح من غيره. واحد تاني بيعمل كل الهكس ومش عارف ينجح. فيعني ملهاش مقاييس النجاح، انت اللي تحددها. والفشل، نجاح والفشل، ممكن تنجح في حاجات كتيره وتفشل في حاجه اساسيه. كل الكلام ده حضرتك انت المسؤول عنه، انت اللي بتحدده حسب مجتمعك وحسب القيم والمبادئ اللي انت اتعلمتها والمجتمع بيقيمها وبيقيمك عليها. فحط النقطة دي الأول، وأي حاجة تانية أنا موافق عليها مش مشكلة، بس حاجة تكون طبعا لا تتعارض مع الشريعة وما تخشش في الدجل والشعوذة والطاقة والسحر والأعمال والجو ده. يلا، السلام عليكم. أمان.